السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع الإخوان متابعين قناة بالعيد موسيقي الحمام الزاجل. كما كنا وعدناكم الإخوة في آخر فيديو، كنا قلنا إن شاء الله غادي نعرض عليكم بعض الديكور اللي غادي نخرجهم إن شاء الله. الديكور تبارك الله في الطراز العالي، تبارك الله حمد، تبارك الله في المستوى. حاول نقص شوية الحبيبات، نخلي حاجة شوية قليل، أغلبية كنلعب بالنجاوي، وإن شاء الله نعرض عليكم الذكر إن شاء الله اللي كاين الإخوان. بالنسبة لأول ذكر إخوان، أول ذكر هو هذا، نزل شوية. أول ذكر هو هذا، كيزقاش في اليد، يلا نطيح أربعة. التفريخة الثانية هذا، نغير هي تبارك الله، ذكر ممتاز اللهم بارك. هذا الذكر الإخوان الأب ديالو، الأب ديالو فان لون فينسترا ليو هيرمز. الأب ديالو الفالون اوليو هيرمس، تبارك الله راه غني على التعريف. 2010 اللي كانوا دخلوا فالون 2010 والهيرمس 2010، دا حفيدهم تبارك الله، ام ديالو تبارك الله عاطيه بزاف الاجازه تبارك الله. ده بالنسبه للاب. بالنسبه للام ديالو، الام ديالو الاخوان، هذه الام ديالو ريكولز غاستون جيريكس اريان فيريكس. الام ديالو بنت الدكار ريكولز بلجيكي مع النتوى الإيمين تانوتية بروميان في 40000، هي الأم ديالو. والصورة عندي تبارك الله لعباس تبارك الله ديال كاستون أريا فيريكت، لعباس تبارك الله شحال من سنة، 3 سنوات لعباس تبارك الله، اللهم بارك. وإن شاء الله اللي غيدير غيدي مع البيديكري ديالو إن شاء الله. هذا هو الذكر الاخوان. مروا الذكر الثاني اخوان، كاين الذكر هذا الثاني، وهذا طالع ذكر، وهذا ذكر تبارك الله، وهذا الاخوان اخوان. الذكر هذا الاب ديالو تبارك الله عاطيني مزيان تبارك الله، الاب ديالو هو اللي فيه الفالون واليو هيرمس والهارم، والام ديالو هي اللي فيها الكوبمون والهارم تبارك الله. هذا خصوص تبارك الله دار عندي العام اللي فات والعام اللي قبل منه تبارك الله، كيعمل من 100 700. الاخت ديالو مباشره من الاب والام هي الانثى 17 اللي عند الاخ بالعيد، الانثى 17 تبارك الله ضربه في فيجاس دو ميفو والكرون دو ميفو ديك النشوه، وعاطية دوزيام اسبيرو في فيتاس هاد العام في الملتقى، هي الأخت ديال الدكار هذا. هذا خص 17 من الأب والأم. دكار سورة تبارك الله 3 سنين كفرت الوجود ديالها، وضاربي عندي خصوص تبارك الله هاد العام من الأب في الله سنة تبارك الله. دكار تبارك الله ما شاء الله. ندوزو اخوة الحامة الثالثة اخوان، كاين الذكر الثالث هو هذا اللي كتشوفو تبارك الله، رياض شوية والو. الذكر الثالث هو هذا، هو بالنسبه للذكر هذا الاب ديال الام ديالو، الام ديالو ديال دخلتها جديده هولنديه ديال بيتر فاندن ميروي، حفيده ديال اري وجاكلين
تبارك الله، انت ممتاز تبارك الله. وبالنسبه للاب ديالها، الاب ديالها لاعب عندي ضارب بجناحه تبارك الله السنه هذه، نازل من الفالون فان ديك الغاستون غريكس اريان فيريك. الاب ديالها، الاب ديالها اخ العديد من الابطال تبارك الله، هذا العام عنده الرتبه 33 على 36 الف مامه في الفيدراليه. الاب ديالو وعنده بريات اخرين تبارك الله، ذكر تبارك الله ممتاز. ومرو هذا الرابعة في التعطلوش اخوان، كاين الدكار تاهو تبارك الله، دكار ممتاز اللهم بارك. اخوان هذا الذكر هذا اخ مباشر ديال الحامه الرابعه في قلميم في الفيدراليه السنه الماضيه، اخت ديالو دايره 4 ايام في قلميم في الفيدراليه السنه الماضيه، و 4 ايام في 4 ايام في الفيدراليه، دوزيام في الملتقى، اخت ديالو مباشره من الكوبل تبارك الله. اخ ديالو ضرب، اخ ديالو شي ضربات السنه الماضيه في نفس الطلعه تبارك الله، وضربوا قبل تبارك الله. بالنسبه للسؤال اللي فيه، اب ديالو فينيسترا الويستافيل، الاب ديالو والام ديالو فيها في الانجلس في الكوبمان وفي ليان اوركيرك وفي البيري فان ديال براد لين ديال كينغ كونغ تبارك الله، الحباب ديال 400 500 والقدام. نمروا حامة أخرى إخوان، أجيو الذكر الذكر الخامس على ما كنظن، الذكر الخامس هو هذا، باقي وليد باقي صغير. إخوة بالنسبة ل مثلا مزال الإخوة غيسولوا على الأثمنة ديال الحمام، أثمنة راه تكون إن شاء الله مناسبة الإخوان، يعني الحام أثمنة مناسبة، كاين حمام وحدة راه تكون شوية تكون زيدة عليهم شوية، اللي هي الحمام هذي، هاد الحمامة ما تكون زيدة عليهم إنما تاخد حقها، يعني الثمن اللي تستاهل واللي داه الله يسخر ليه، أول وليد يخرج من الكوبل إن شاء الله هاد السنة. هذا إخوان نازل من الكوبل دور كما كنسمي الكوبل دور ديالي في اللوفت هاد السنه هادي، اللي فرض الوجود ديالو في الفيدراليه والجمعيه. هاد الوليد هذا، هذا ولد الذكر المراقب بولد عنيقه مع أنت الهولنديه اللي فيها الرودي، ام ديالو هي البلجيكيه ديالي الهودياكا، المراقبه بالهودياكا هي هادي. هذا اخ طوبيه البرومين اسبيجو بتي ديميفو، اخ البدعي التروازيام اسبيجو بتي ديميفو في الفيدراليه، بروميان ارغانا في الجمعيه، دوز تروازيام ايمينتانوت فيدرال في الجمعيه، ويشيام ايمينتانوت فيدراليه، تريزيام في ارغانا فيدراليه، تروازيام سيد المختار فيدراليه، سانكيام في فيدراليه، يعني اخوه ديالو تبارك الله كاملين ابطال اللهم بارك. الولد الوحيد يخرج ان شاء الله هاد السنه هذه هو هذا، واللي دا الله يسخر ليه ياخذ الثمن اللي يستاهل، واللي دا الله يسخر ليه ذكر تبارك الله في المستوى. اخ وداد اخ غلادياتور تبارك الله، واللي دا الله يسخر لي ذكر تبارك الله يكون طلع ذكر تبارك الله اللهم بارك، تبارك الله رزاقي في اليد اللهم بارك، واللي دا الله يسخر لي. راه بزاف ديال الاخوان كيوصوني صراحه، يعني بزاف الاخوان كيوصوني قال لي مثلا الكوبل ان شاء الله الا فرختي منه نتولعوا منه، ما كاين حتى مشكل، يعني تخرج ولد ما تقدرش تعيط لواحد وتنسى واحد، كتحاول دير فيديو اللي كتب لي الله يستر لي. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، يعني شحال واحد وصاني وغنهضر منه من المنبر، يعني الا شافو وداه الله يسخر لي.
كوب الدور تبارك الله عطيت تبارك الله الشهادة في الجمعية الفيدرالية الإخوة ديالو في سنة واحدة تبارك الله اللي دا الله يسخر لي إخوان كاين الذكر هذا حتى هو التفريخة الأولى كار هو هذا كار تبارك الله في المستوى الاخوه بالنسبه للذكر هذا الاب ديالو بطل بجناحه الاب ديالو ريكولز غاستون فان دواور الاب ديالو كرضا عرف السوله ديالو تبارك الله كاع ضربه فيدراليه تبارك الله والام ديالو ليو هيرفنس فينسترا فالو الام ديالو حتى هي تبارك الله نازله من الكوبل الفالو الهيرمس 2010 ذكر تبارك الله نيرفو كي تتشفلي والو كيزكاش تبارك الله اخوان الحام كاع مسدود تبارك الله كاع مطرق الحام تبارك الله كما كتشوفوا شي بغا تصب دابا سيرفيو شويه المعلومه الاخوان واحد الذكر كنت وريتو داك النهار في الفيديو كنت وريت جوج ذكوره وريت الذكر الاول كان دفلي او راه باقي وكنت وريت واحد الطوبي داك الطوبي مع وريتو عيط لي واحد الصديق دا الله يستر ليه داك الذكر تباع مشى لواحد الصديق كاين في قلعه استراغنا واحد الدري كاين في قلعه استراغنا الله يستر ليه فيه كنت وريتو درت له فيديو عيط ليا قال لي شنو فيك شنو فيك اللي يخلي لي الدار الله يستر لي بالنسبه للذكر اللي كان دا الام ديالو هي البدعيه ديالي البدعيه راه غنيه عن التعريف والام ديالو الاب ديالو الاب ديالو كيعوم الشباحه اخونا الدرداري فيه الريكوز وفيه لو هيرمس الاب ديال الاب ديالها بطل اسبيجو كنت خدتو عند الاخ الدرداري لقيتو مع نتو البدعيه عطاو داك الذكر دا السي الله يستر لي فيه اخوان كاين الذكر هذا الذكر هو السابع ذكر تبارك الله ما شاء الله تبارك الله شوف الزينه تبارك الله اللهم بارك ذكر في المستوى اخوان الذكر ديالو الام ديالو اوريجينال فالون 100% فالون بلجيكيه والاب ديالو اسبيجو اسبيجو فيجاس 5 في المتعه الاب ديالو الصوره الغنيه على التعريف غاستون الكيرينكس اريا فيريكس مع الفالون والفانديك والام ديالو 100% فالون ام ديال الذكر هذا تبارك الله ذكر ممتاز الاخوان اللهم بارك صراحه ما تطلقوش من يدك زيبا تبارك الله عطا الدحس الحال ندير الكورس تبارك الله اللي مكشاف ليه الله يسر ليه حيما تبارك الله راه ممتازين تبارك الله الله يسخر ليكم النصيب ديالو اخوان اللي بغى شي حمامه يسكرينيها ويصيفط ليا في الواتساب غادي نخلي الرقم ديالي ان شاء الله الرقم يكون هنا واللي خاصها شي حاجه مرحبا اخوان كي هاد الوليد زغياط شويه مهي تشدين في اليد وليد تبارك الله اللهم بارك واش تشد والو ها لا قلبو بصح والو مبغاش تشد في اليد الاخوان
اخوان الذكر هذا الاب ديالو ريكولز غاستون فاندواور 100% اب ديالو والام ديالو بيتر فاند ميروي الام ديالو تبارك الله ما شاء الله تخرج وليد تبارك الله وراه متشدش في ليدي اخوان بالنسبه لاخر اخر ذكر كاين هو هذا هو الذكر التاسع كانوا 10 واحد ذا واحد الصديق الله يسخر ليه صيفطنا ليه اليوم الحامل الاخيره هي هذه الذكر حتى هو شوية عرفتنا بالشدان إخوة بالنسبة للذكر هذا فالأم ديالو الأم ديال الأب ديالو الأب ديالو هو الأب ديالو هو اللي عطيني السنة الماضية ساكيم أسبيجون في الملتقى وسيزيام في فيدرالية في دومي فون هو الأب ديالو بحال الأخ ديالو والأخت ديالو هي الأسبيجون من الأب وبالنسبة للأم ديال هذا أمتا بلجيكي هي حفيدة ديال الأولمبياد سون فورسو لي هيرمس هاد الأمتا بلجيكية أنا دخلتها جديدة دخلتها هي الأم ديالها تبارك الله حفيدة ديال الأولمبياد وحفيدة ديال أخ دوجون تبارك الله والأب ديالو راه فيه لي هيرمس فالون كوبمان روسابلو الأب ديال هذا اللي عاد الأسبيجون تبارك الله ذكر صراحة اللهم بارك إخوان مسدود تبارك الله هذا الشيء لك الاخوان